الرئيس السيسي يؤكد أن سياسة مصر تتسم بالتوازن تجاه الجميع بالداخل والخارج وأنها تحرص على علاقات طيبة مع الجميع. الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الثانية من مدينة سايلو فودز الصناعية ويؤكد توفر السلع الأساسية والاستراتيجية. عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا يتجاوز 17,000 وفرق الإنقاذ تواصل عملها في ظروف قاسية. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة. أهلا بحضراتكم، والبداية مع الزميلة دارين مصطفى. أهلا بك دارين. شكرا ياسر، أهلا بكم مشاهدين. إلى تفاصيل هذه النشرة بعد العناوين. أكد الرئيس السيسي أن سياسة مصر تتسم بالتوازن تجاه الجميع بالداخل والخارج. وخلال افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية سايلو فودز بمدينة السادات، أكد الرئيس السيسي أن مصر تقدر علاقاتها الرشيدة والمتزنة مع الجميع خاصة الأشقاء، ولا تقبل الإساءة أو الانسياق وراء الفتن. إحنا سياسة مصر دايما سياسة بتتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل وفي الخارج. وبالتالي أنا عايز أقول إن أنا بتابع مواقع التواصل وبشوف ان ساعات بيبقى فيه يعني حماس زياده او حتى مش عايز اقول تجاوزات يعني في الكلام وفي كده. انا بتكلم على مش بتكلم على موضوعات محليه، انا بتكلم على موضوعات خاصه بعلاقتنا مع اشقائنا. وده امر يا جماعه ننتبه ليه كويس، احنا نخلي بالكم ده بتعكس مدى فهمنا ومدى تقديرنا للعلاقات مع الأشقاء. وبالتالي لما يبقى في موضوع يتم تداوله بدون أساس، بدون أساس يعني إيه؟ يعني ملوش خلفية. إحنا بنقعد ونتكلم ونقول يعني أمور قد لا تكون لها أساس من الصحة بصراحة. طب ليه؟ طب إحنا هنمشي ورا بعض المواقع المغرضة اللي عايزة تعمل فتنة بيننا وبين الأشقاء؟ أقل حاجة نعملها إن إحنا نسكت، إن ما كناش نقول كلام طيب فإحنا نسكت. الكلام ده بينطبق مش بس على كده، حتى على وسائل إعلامنا اللي إحنا ما بنتدخلش فيها. يا جماعة إحنا مش بنكتب يعني إلا دايما لصالح إيه؟ لصالح تحسين ودعم العلاقات، مش العكس. احنا علاقتنا طيبة بالجميع، وده منهج احنا ماشيين بيه مش النهاردة. احنا بقالنا من يعني منذ تولية المسؤولية ده مسار انا بننتهجه كدولة، حتى في الازمات وفي الخلافات مثلا كبيرة كنتوا شايفين ان احنا دايما يعني ما فيش تصريحات سلبية أبدا ومنضبطة جدا. وبالتالي ما يصحش إن احنا يعني نسيء لأشقائنا، ومش هقول نسيء بقى، وما ننساش ما ننساش وقفة أشقائنا معانا. وأكد الرئيس السيسي استعداد الدولة لطرح المزيد من الشركات مع استعدادها للمزيد من الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على استعداد للشراكة لتحقيق أهدافه، كما أنه ملتزم بقواعد المنافسة العادلة. ساعات بيبقى فيه محتاجين ان احنا نقول ده ونأكده. طبعا. ليه؟ عشان يقولك يعني الفرصة اللي الجهاز واخدها مش واخدها الناس التانية. ممكن تكون الكلام ده في حاجات بعض في بعض الموضوعات. يعني ايه؟ يعني في القدرة على ان هو للنفاذ لتنفيذ القرار ممكن يبقى اسرع، لكن ده مش معناه على حساب المنافسة الحقيقية في تكلفة الانتاج والتشغيل. تمام، مش كده يا وليد؟ زي القطاع الخاص. انا حبيت بس اقول دي، ومع الوضع في الاعتبار برضو تاني، احنا منزلين يا دكتور مصطفى شركتين مش كده للاطروحات، ومستعدين ننزل كل الشركات. وانا قلت الكلام ده من يمكن سنه ونص ولا سنتين، ومش بس كده، وبرضه مستعدين للشراكه.
الجهاز هنا مستعد. ليه مستعدين للاشراك؟ لان احنا هو الهدف من من الموضوع تحقق يا دكتور مصطفى. احنا بقينا النهارده بنقول عايزين نعمل يعني تغذيه مدرسيه مؤمنه، خلاص اتحققت، وبقى في عمل مؤسسي ليها، بقى في سلامه غذاء متحققه، مش كده؟ تمام. وبالتالي لما يجي النهارده يبقى معانا قطاع خاص هيضيف، اكيد هيضيف حوكمه اكتر، اداء افضل. فاحنا ما عندناش مشكله في ان احنا كدوله، مش بس حتى في الجهاز يا دكتور، لا احنا بنتكلم حتى في كل مؤسسات وشركات القطاع العام. الامر ده متاح، وانا بقوله مره واتنين وباكده عشان يصل لكل الناس يعني اللي بيسمعونا في القطاع الخاص، واللي عنده استعداد يخش في شراكه مع الدوله في مؤسساتها او في شركاتها اللي احنا بنتكلم عليها. وقال الرئيس السيسي إنه يمكن زيادة الوجبات المقدمة لطلاب المدارس مع وجود شراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن منظومة التغذية المدرسية مستقرة ومؤمنة، وأن كل ما يجري إنتاجه من مواد غذائية يتم وفق الاشتراطات العالمية. أنا عايز أقول لك إن إحنا لما اتكلمنا على الوجبات المدرسية من 4 سنين تقريبا كان العدد المستهدف عدد معين يا دكتور. لما اشتغلت انت قلت لي احنا لقينا نفسنا السنه اللي فاتت زدنا 2 مليون من 13.5 مليون طالب ل 15.5 مليون. طيب والمدارس زادت من 31,000 مدرسه ل 33,000 مدرسه، وممكن العدد يزيد عن كده، ممكن العدد يزيد عن كده. ونفس الكلام انا بقوله لك دلوقتي. بالمناسبه الكميه او المشروع بالطريقه ديت هيغطي مش نسبه كبيره من العدد السكان، لان في شركات قطاع خاص شغاله 12 شركه فندم شغالين معانا وشغالين بس احنا بنتكلم على ان احنا اذا كنا عايزين نحقق توازن في اسعار المنتجات اللي هي الاغذيه بالذات لكل المواطنين بكل شرائحها، فاحنا محتاجين يكون عندنا عدد اكبر من الكميات المطروحه ديت، وده امر درسوه. حاضر. بس احنا بنقول كده ليه؟ لان انت النهارده لما بتلاقي مثلا في نقص او معروض، نقص معروض في وقت معين، فالنقص ده لو كان في عندنا منتجات، المنتجات دي بتقعد بالشهور في المحفوظه ما فيش فيها مشكله ومعموله طبقا، واحنا دايما واحنا بنتكلم بنقول ان اي حاجه هتتعمل طبقا لمعايير الصحه العالميه وسلامه الغذاء، مش كده؟ وهي سلامه الغذاء، فده موضوع ما فيش فيه كلام. يعني حتى الشركات اللي داخله في التغذيه المدرسيه، عشان ده كلام بقوله لكل الناس تسمعوا معانا، معمول حساب ان لا يمكن الشركه دي بيتم اقرارها ويتم التعاقد معها الا اذا كانت سلامه الغذاء تقر بان هي حققت المعايير. اللي انا بقصده هنا اللي بقى عايز اطمن بيه اهالينا لاولادهم في المدارس، ان المنظومه بفضل الله سبحانه وتعالى مستقرة ومؤمنة، ومفيش فيه مشكلة في الكلام اللي كان قبل كده يعني بيتقال، لا مفيش كلام من ده. النهاردة بنحاول ان التغذية دي حتى من باب عناصرها الغذائية تبقى مناسبة للمراحل السنية اللي بتقدم لها يعني. وأشار رئيس السيسي إلى أن السلع الأساسية والاستراتيجية متوفرة ويتم الحفاظ على توفير الاحتياطيات اللازمة باستمرار، مؤكدا وجود خطة لزيادة إنتاج الزيوت بدلا من الشراء من الخارج. أنا بقول كده مش لحضرتك طبعا، أنا بقول كده للناس اللي هي بتسمعنا وبتشوفنا عشان تبقى مطمنة، ومش عايزين نتكلم في موضوع الأكل ده كتير في التلفزيون. تاني بقولها ما يصحش، تاني بقولها، الحاجة موجودة وإحنا شفافين جدا معاكم وصادقين جدا معاكم وبنقول لكم كل حاجة. لما بيقول موسم القمح وموسم الرز وموسم البنجر والقصب، ده معناه إن حتى لو أنت شايف النهاردة 4.5 شهر للقمح، ده معناه إن الإنتاج القادم هيخليك يعني ده بيسلم ده، وإحنا محافظين على 6 شهور رغم ان ده بيكلفنا اعباء ماليه. انا عايز اقول لكم كلمه 6 شهور معناها ان انا بقى احبس او احجز فلوس لمده 6 شهور، صح كده؟ يعني بشتري واحطهم في المخازن، مش كده يا دكتور؟ صح يا فندم. ده اللي احنا بنعمله،
ده تكلفة كبيرة جدا في ظل اللي احنا بنشوفه في العالم كله، لكن لا بأس احنا مستمرين على موقفنا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتقابلنا. نيجي بس لموضوع الزيت، وانا عايز اقول لكم ان احنا تقريبا كنا بنتكلم في الموضوع ده امبارح يا دكتور مصطفى، وبنقول ان احنا بنستورد ب 2.5 مليون طن، مش كده يا دكتور علي؟ اه طبعا، وده اكتر من 90% من احتياجاتنا. لكن احنا يعني شغالين في خطه بنتكلم في 250,000 فدان صويا فول صويا دلوقتي، والسنه جايب 500,000 فدان صويا عشان نزود حجم انتاج الزيت من الفول الصويا المحلي، وعشان الفلاح المصري يستفيد من ده بدل ما احنا نشتري من بره. كما اكد الرئيس السيسي استعداد الدوله للشراكه مع القطاع الخاص، مضيفا ان الحكومه تقدم التيسيرات اللازمه لتشجيع المستثمرين. يعني ما تنسوش ان البلد في خلال 30 40 سنه زادت بنسبه كبيره جدا جدا عدد السكان بتاعها، بس احنا كمان في الوقت ده الدوله ما قدرتش تعمل خطط وتنفذها تجابه بيها هذا النمو الكبير. يعني الدكتور علي بيقول لي احنا كنا 1.4 من 10 ساعات تخزين، احنا المفروض يبقى اكتر من 6 مليون طن عشان الذره والرز والقمح، مش كده يا دكتور علي؟ طبعا، بغض النظر عن خطه استخدامهم كصوامع. طب احنا هو بيقول في 600,000 طن، وبنقول احنا حتى الكميه دي مش كفايه، مش كده؟ وبنشجع المستثمرين على ان هم لو عايزين يعملوا مناطق لوجستيه في المواني الرئيسيه او في هيئه الاقتصاديه لقناه السويس، احنا ايه؟ مستعدين. تمام. مستعدين ليه؟ عشان يبقى مصر في موقعها ده تقدر تستفيد من الموقع ده بان هي تبقى منطقه لوجستيه مش لمصر، للمنطقه كلها وللعالم لو امكن. وقال الرئيس السيسي انه يجب تكثيف الجهود لتحقيق ضبط الاسواق واسعار السلع، مؤكدا ان الدوله تواصل جهودها للرقابه على الاسواق، ولكن الوعي الشعبي ضروري لتحقيق ذلك. بس عايز اقول لكم النهارده يعني ده بيتكلم عنده هو، تابعه هو 20 30 الف منفذ، مش كده؟ غير منافذ بتاعه القوات المسلحه ووزاره الداخليه، يعني لو حطيتوا دول معاهم كمان يمكن يخشوا لهم في 35 40 الف منفذ. ده عشان يحاول يخفف من حجم الازمه الكبيره اللي احنا بنتكلم فيها على مستوى العالم. لكن ما حدش يتصور ايه يقول لك احنا بنخش محل نلاقي هنا بثلاثه ونلاقي المحل ده بثلاثه ونص. صحيح، ده صحيح، بس ده امر يعني لو انتم النهارده تصورتوا ان احنا ممكن كدوله، انا صادق معاكم، سواء وزاره التموين او وزاره الداخليه تقدر تقوم بدور في انها تعمل تسيطر على ده، ده صعب. لكن احنا كمواطنين لو لقيت المحل ده غالي ما اشتريش منه. تمام. ونبقى اديناهم الدرس انك انت ما دام بتغلي في اسعارك اكتر من غيرك بلاش منها خالص. واشار الرئيس السيسي الى ان الدوله توجهت نحو تحقيق النمو في كافه القطاعات في وقت واحد، حتى وان كانت عوائدها ليست بالكبيره، وذلك لخدمه المواطن. فاحنا ماشيين في ده. وبنحاول نقلل الفجوات اللي نجمت على النمو خلال السنين اللي فاتت وما حصلش نمو مماثل ليه في الدولة. وهنا هقول نقطة مهمة قوي ليكم كلكم. كتير من النقاش اللي بيدور يقول لك ايه؟ كانت أولويات الدولة في الوقت ده كانت المفروض تتغير للصناعة بس يا دكتور مصطفى. وده كلام صح. ده كلام ايه؟ صحيح. بس أنا كانت الامور كلها محتاجه جهد في كل المحاور. يعني ما كنتش اقدر اعمل اسيب البلد كخطه تجمد كل شيء تاني اكتر ما هو متاخر، واقول ايه طب خلونا نعمل نطور في الصناعه لان العائد بتاعها اكتر. ده كلام صحيح، ده كلام مظبوط، بس انا ما اقدرش اعمل ده واسيب بقيه القطاعات اللي كانت فيها مشكله. يعني خلينا نتكلم في قطاع زي قطاع مثلا
الري ده قطاع مهم قوي. طب وانا لما اعمله هو في عائد مباشر كتشغيل صناعه او كلام من هذا القبيل؟ ابدا مش هيبقى فيه. ده بالعكس ده غلاء كلها عن حاجات خدمات. مفيش عوائد مباشره منها على ان انا انتج حاجه بشتريها من بره او اصدرها حد. فكان لابد ان احنا نتحرك في كل المجالات في وقت واحد حتى لو كان عوائدها مش هتبان دلوقتي. كان رئيس السيسي قد شهد افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية سايلو فودز بمدينة السادات، وتضم المرحلة الثانية مصنعا لمنتجات الألبان وآخر للحلاوة والطحينة وثالثا للبسكويت، كما تضم معملا مركزيا ومصنعا للكرتون المضلع ومحطة لإعادة تدوير المذيبات. كما قام الرئيس السيسي بجولة تفقد خلالها وحدات المرحلة الثانية من المدينة الصناعية سايلو فودز بمدينة السادات، واستمع الرئيس السيسي خلال الجولة إلى شرح بشأن قدرات المصانع المختلفة والتي تضمها المرحلة الثانية.
تسلم اللواء تيمور موسى أبو المجد رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر معدل من توزيع الوجبات المدرسية. وزعت الشركة 600 مليون وجبة مدرسية خلال العام الدراسي الماضي على 13.5 مليون طالب، وتهدف الشركة لتطوير نظام التغذية المدرسية وإعداد وجبة مدرسية متكاملة مدعومة، كما تسعى أيضا إلى دعم المنظومة الداخلية وتوفير السلع للسوق المحلية إضافة إلى دعم الصادرات. أنشئت المدينة الصناعية سايلو فودز بمدينة السادات بهدف التنمية وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة اكتفاء السوق المحلية من الصناعات الغذائية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح المرحلة الأولى منها على مساحة 100 فدان وفدانين اثنين في شهر أغسطس من عام 2021. المزيد في هذا العرض. طورت الدولة المصرية عددا من شركات الصناعات الغذائية، خاصة مجمع قهوة إدفينا للصناعات الغذائية المتطورة، وذلك لاستعادة إنتاجهم المتميز بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلية وزيادة قدراتها التنافسية. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أكد على العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع مصر والأردن على كافة الأصعدة والمستويات، مشيرا إلى ضرورة تعزيز تلك العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. وخلال استقباله لنظيره الأردني أحمد الصفدي والوفد المرافق له، أشار جبالي إلى ضرورة تعزيز التعاون، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات البرلمانية في ضوء امتلاك مجلس النواب المصري لمعهد تدريب برلماني على استعداد تام لتقديم خدماته البرلمانية للأشقاء. من جانبه أكد مجلس النواب الأردني على رسوخ وتاريخية العلاقات الأردنية والمصرية،
خاصة على مستوى القيادة السياسية للبلدين الشقيقين، كما دعا إلى تفعيل عمل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأردنية لتكون رافدا إضافيا لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الأردنية. استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا بشأن أنشطة رفع الوعي بقضية التغير المناخي ضمن المبادرة الرئاسية تحضر للأخضر، وتم إطلاق الحملة الإعلامية الوطنية للتوعية بالتغيرات المناخية بجانب رفع الوعي البيئي محليا تحت شعار رجع الطبيعة لطبيعتها. وتضمنت الحملة تنفيذ عدة أنشطة بمختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، كما أنه تم إطلاق الحوار الوطني للتغيرات المناخية من مدينة شرم الشيخ، ويتم تنفيذه حاليا بمختلف محافظات الجمهورية لرفع الوعي بالقضية، حيث بلغ عدد اللقاءات والندوات الخاصة به ما يقرب من 400 لقاء. هذا واستعرض رئيس الوزراء تقريرا حول حصاد أنشطة المجلس القومي للمرأة لعام 2022. وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من أنشطة المجلس قد بلغ حوالي 11 مليون و700 ألف مستفيدة، وأن تلك الأنشطة اتسعت لتتضمن عددا من المحاور هي التمكين السياسي والاقتصادي، وكذلك التمكين الاجتماعي والحماية، وتمكين الفتاة المصرية. كما شهد عام 2022 إطلاق المجلس للعديد من الحملات الإعلامية والتوعوية والفيديوهات والأفلام الوثائقية للتوعية بقضايا المرأة المصرية ولتوثيق جهوده، كما شهد مشاركة فعالة للمجلس في فعاليات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. يا الله يا محمد يا محمد يا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لدعم أبناء شعبي تركيا وسوريا في محنتهم ومساعدتهم في تخفيف آثار الزلزال المدمر، أقلعت 5 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى أبناء البلدين لمساعدتهم في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر. هذا وأعرب المسؤولون بالدولتين عن تقديرهم للجهود المصرية والمساندة التي تقدمها الحكومة المصرية للسيطرة على الأوضاع المتفاقمة جراء هذا الزلزال المدمر. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم أبناء شعبي تركيا وسوريا في محنتهم ومساعدتهم في تخفيف آثار الزلزال المدمر الواقع بالدولتين، والذي أدى إلى حدوث آثار تدمير كبيرة بالإضافة إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين. أقلعت 5 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى أبناء البلدين لمساعدتهم في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر. Thank you.
هذا وأعرب المسؤولون بالدولتين عن تقديرهم للجهود المصرية. Assistance from Egypt and what can I say? It's a moment to remember for quite a long time. We deeply appreciate it. Thank you so much. دعم الأشقاء وعلى رأسهم جمهورية مصر العربية والأصدقاء. الحقيقة نستطيع أن نكون أقوى في معالجة تداعيات هذه الحادثة المدمرة والأليمة. نأمل دائما أن نكون إلى جانب بعضنا البعض، وهذا هو رهاننا وأملنا في المستقبل. ويعد الدعم المصري المقدم للجانبين التركي والسوري تأكيدا على أهمية الدعم الإنساني لمجابهة حوادث الظواهر الطبيعية، بما يسهم في دعم علاقات الترابط والتآخي بين الشعوب لتجاوز المحن. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 17,100 قتيل، فيما تتلاشى آمال العثور عن ناجين تحت الأنقاض وسط طقس صقيعي. وأعلن مسؤولون ومسعفون أن 14,014 شخصا قضوا في تركيا، بينما قضى 3,162 شخصا في سوريا جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلدين والذي بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر. دخلت قافلة تابعة للأمم المتحدة تحمل مساعدات إنسانية إلى سوريا لأول مرة منذ الزلزال المدمر، وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا جير بيدرسون قد قال إن المتضررين من الزلزال يحتاجون إلى المزيد من كل شيء بلا استثناء فيما يتعلق بالمساعدات. انتشل رجال الإنقاذ طفلا حيا من تحت أنقاض مبنى منهار في سوريا بعد يومين من الزلزال، وأظهرت لقطات فيديو رجال الإنقاذ في حلب وهم يمسكون بيد الطفل الذي دفن تحت أنقاض المبنى قبل أن ينقلوه إلى أحد المستشفيات. سباق مع الزمن تخوضه فرق الإنقاذ في سوريا وتركيا للعثور على ناجين جراء الزلزال المدمر الذي أدى إلى وقوع آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين. عائلة في سوريا وجنوب تركيا أمضت الليل في ظل أجواء من البرد القارس، فيما حاول عمال الإنقاذ انتشال الضحايا من تحت الأنقاض. وفي أنحاء واسعة بجنوب تركيا بحث السكان عن ملاجئ مؤقتة في ظل أجواء الطقس البارد، وانتظروا بجوار الأنقاض حيث ما زال أفراد الأسرة والأصدقاء تحت البيوت المهدمة. ويقول مسؤولون أتراك إن نحو 13,500,000 شخص تضرروا في منطقة تمتد على نطاق 450 كيلومترا من أضنى غربا إلى ديار بكر شرقا. توقعت وكالة فيتش أن تتجاوز الخسائر الاقتصادية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ملياري دولار، وقد تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر. واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني أن المبالغ المؤمنة أقل بكثير من أن تغطي الخسائر، والتي تصل ربما إلى نحو مليار دولار بسبب ضعف التغطية التأمينية في المناطق المتضررة.
في سياق تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، رجح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رجح انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي بعد خروجها منتصرة من حربها مع روسيا. وقال زيلينسكي في خطاب أمام القمة الأوروبية، قال إن كييف وشركائها الأوروبيين يدافعون عن أنفسهم ضد ما وصفه بأنه عدوان تاريخي من جانب روسيا. أصبحت أوكرانيا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، لكن عملية الانضمام إلى الكتلة المكونة من 27 دولة تستغرق عدة سنوات. позитивний сигнал, що ми одне одного чуємо. Я хочу, щоб сигнали перетворились в конкретний звук, який не боїться, в конкретний голос, який не боїться. قال رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمام البرلمان الأوروبي إن قوات بلاده التي تواجه الجيش الروسي تدافع عن أوروبا، في كلمة دعا فيها إلى مزيد من الدعم العسكري الأوروبي لبلاده. واعتبر زيلينسكي أن أوكرانيا تدافع عن نفسها في مواجهة ما وصفه بأقوى قوة معادية لأوروبا في العالم. ويزور الرئيس الأوكراني بروكسل في إطار جولة إلى العواصم الأوروبية تهدف إلى دفع القادة الأوروبيين إلى تزويد بلاده بطائرات وأسلحة بعيدة المدى. دعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بمنظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات. كان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد أعلن أن المجلس الأوروبي قد وافق على تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بقيمة إجمالية تصل إلى 545 مليون يورو. كما أوضح أنه بالإضافة إلى حزمة المساعدات الجديدة، فقد يصل إجمالي المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا إلى 3,600,000,000 يورو. أفاد وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن بلاده لن تمد كييف بأي طائرات مقاتلة في المستقبل القريب. وتعليقا على دعوات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتوريد طائرات مقاتلة من المملكة المتحدة، قال بن والاس إن ذلك ليس وضعا عاجلا. اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اعتبر أن الخط الفاصل بين التدخل المباشر وغير المباشر في الصراع مع روسيا يكمن في أوروبا، مشيرا إلى أن البحث في مسألة تسليم الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا من قبل بريطانيا ينظر إليه على أنه تورط متزايد لأوروبا في الصراع مع روسيا. وقال بيسكوف إن هذا ليس سوى تورط متزايد لبريطانيا وألمانيا وفرنسا في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين، إحداهما من طراز ميج 29 في دونسك والأخرى من طراز سو 25 في خيرسون، وقتلت أكثر من 300 جندي أوكراني على عدة محاور خلال يوم. بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس الجيش، نظمت كوريا الشمالية عرضا عسكريا ضم صاروخا باليستيا عابرا للقارات وأسلحة أخرى. العرض الذي أشرف عليه زعيم البلاد كيم جونغ أون وصفته وسائل الإعلام الكورية بأنه الأكبر، موضحة أنه يهدف إلى إبراز قدرات الهجوم النووية التي تملكها البلاد وأسلحتها الأكثر تطورا.
بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس الجيش، نظمت كوريا الشمالية عرضاً عسكرياً ضم صاروخاً باليستياً عابراً للقارات وأسلحة أخرى. العرض الذي أشرف عليه زعيم البلاد كيم جونغ أون وصفته وسائل الإعلام الكورية بأنه الأكبر، موضحة أنه يهدف إلى إبراز قدرات الهجوم النووية التي تملكها البلاد وأسلحتها الأكثر تطوراً. وكالة الأنباء الرسمية ذكرت أن العرض شمل وحدة عملية نووية تكتيكية مؤلفة من جنود وصواريخ مزودة بقدرات كبيرة للردع ولهجوم مضاد، مشيرة إلى أن هذا العرض كشف قدرة البلاد على مواجهة من وصفتهم بالأعداء. ويأتي العرض بعد أن عززت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية المشتركة التي أثارت غضب بيونغ يانغ التي تعتبرها تدريباً على غزو أراضيها. الحليفان أجريا مناورات جوية مشتركة شملت قاذفات استراتيجية وطائرات مقاتلة خفية، ما استدعى تحذيراً من بيونغ يانغ بأن مثل هذه المناورات يمكن أن تشعل مواجهة شاملة. ويرى المراقبون أن هذه العروض تمثل فرصة لمعرفة مدى التقدم العسكري لكوريا الشمالية المستهدفة بعقوبات تمنع تطوير برامجها الباليستية والنووية. ويعد هذا العرض العسكري رابع عرض ليلي ينظم في بيونغ يانغ في السنوات الأخيرة، ويأتي بعد إعلان كوريا الشمالية أنها تريد توسيع وتكثيف مناوراتها العسكرية لضمان جاهزيتها في حالة الحرب. نددت الصين بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ووصفتها باللامسؤولة بعدما قال في مقابلة إن نظيره الصيني شي جين بينغ يواجه مشاكل هائلة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن هذه التصريحات غير مسؤولة إطلاقا وتنتهك القواعد الأساسية للأداب الدبلوماسية. وأضافت أن الصين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة. تسببت أزمة منطاد التجسس الصيني والذي حلق مؤخراً فوق الولايات المتحدة تسببت في إشعال فتيل أزمة سياسية جديدة بين البلدين الخصمين. المزيد في العرض التالي والزميلة ندى رضا. أهلاً بكم. بقيت العلاقات الأمريكية الصينية على صفيح ساخن بالنظر إلى السجال الممتد بين الدولتين والذي تغذيه. التصريحات المتبادلة والانتقادات الموجهة بسبب أزمة تايوان وحديثا المنطاد الصيني. آخر تلك السجالات كانت من جانب الولايات المتحدة التي انتقدت الصين على لسان رئيسها جو بايدن في خطاب حال الاتحاد أمام الكونغرس، وقال إنه سيتعاون مع بكين لكنه تعهد أيضا بحماية بلاده، في إشارة إلى منطاد التجسس الصيني الذي حلق عبر الولايات المتحدة مؤخرا. كما انتقد بايدن في خطابه أمام مجلسي النواب والشيوخ بحدة المعارضة الجمهورية التي اتهمته بأنه انتظر طويلا بشأن مسألة المنطاد الصيني، معتبرة ذلك مؤشر ضعف لإدارته في مواجهة بكين. وقال بايدن إن الولايات المتحدة اليوم في أقوى موقع منذ عقود لمنافسة الصين أو أي طرف آخر في العالم. وردا على تصريحات بايدن أكدت الصين أنها ستدافع بحزم عن مصالحها، داعية الولايات المتحدة إلى العمل على ترميم العلاقات بينهما والعمل لدفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسار التنمية الصحية والمستقرة. دفع حادث المنطاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اللحظة الأخيرة إلى تأجيل زيارة كانت مقررة للعاصمة الصينية تهدف إلى تهدئة التوتر في العلاقات بين الخصمين الاستراتيجيين الكبيرين. وفي مؤشر إلى التوتر كشف البنتاغون أن بكين رفضت اقتراحا أمريكيا بإجراء محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الصيني. كما أخطر الجيش الأمريكي الكونغرس الشهر الماضي بأن الصين لديها في الوقت الحالي قاذفات صواريخ أرضية عابرة للقارات أكثر مما تمتلكه الولايات المتحدة في مخزونها الدفاعي، ما أثار الجدل حول الكيفية يجب أن ترد بها واشنطن على بكين. يأتي الإخطار في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديا في ردع القوى النووية الكبيرة لروسيا وكذلك الترسانة النووية الصينية المتنامية رغم ما تمتلكه من قدرات نووية تشمل الصواريخ التي تطلق من الغواصات والقاذفات بعيدة المدى. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لأبرز نقاط الخلاف للتوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين. أشكر حضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
رياضيا، يصل الأهلي إلى محطتها الأخيرة في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب عندما يلتقي فلامينغو البرازيلي مساء السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية. كان الأهلي قد خسر في مباراة نصف النهائي أمام ريال مدريد بأربعة أهداف لهدف، فيما خسر فلامينغو أمام الهلال السعودي بثلاثة أهداف لهدفين. يلتقي الأهلي مع فلامينغو لتحديد صاحب برونزية كأس العالم للأندية. أكدت تقارير صحفية أن ثنائي كريم بنزيما وإدر ميليتاو يستعدان للسفر للمغرب للالتحاق ببعثة ريال مدريد، والتي تستعد لخوض المباراة النهائية لمونديال الأندية أمام الهلال السعودي يوم السبت. تشير التقارير بأن هناك حالة من التفاؤل بمشاركة الثنائي في المباراة النهائية بعد غيابهما عن مواجهة الأهلي في قبل النهائي. غاب الثنائي عن مواجهة الأهلي بجانب كورتوا ولوكاس فاسكاز وهازارد وإسينسيو وكارفخال، فيما قد تشهد مواجهة الهلال مشاركة بنزيما وميليتاو ليستعيد أنشيلوتي اثنين من أسلحته الفتاكة. تتواصل فعاليات مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي الذي تنظمه محافظة الدقهلية، ويهدف المهرجان إلى إقامة فعاليات فنية وتعريف المجتمع بدور مراكز الشباب وبيوت الثقافة المنشأة حديثا، وتأصيل دورها في تغيير السلوك وتعزيز قيم الانتماء، إضافة إلى تحفيز الفرق المسرحية المستقلة والهواة وفرق مراكز الشباب والمعاهد والجامعات على تطوير مستواها الإبداعي من خلال الورش والندوات وخلق المساحات لتقديم أعمال مميزة. موافقتي على أن أنا أتحمل مسؤولية الرئاسة الشرفية وحبا في المنصورة، فكرة لتشجيع وإعادة الحركة المسرحية في المنصورة لسابق أعدها. أنا واحد من إفرازات الحركة المسرحية في المنصورة والمسرح الجامعي بالمنصورة، فأعتقد أن جاء الوقت أن احنا نبقى بنحاول حتى بدأ اتجاه الدولة، يعني فكرة عودة الشباب للثقافة والفنون والرياضة. جزء مهم بيضاف لحياتي والتاريخي ان انا اشارك واكون موجود احد ضيوف هذا المهرجان المهم، اللي احنا بنتمنى ان كل المحافظات يعني يبقى عندها مهرجان بهذه القوة، بهذا الدعم الكبير. وهذا المهرجان له تأثير كبير ودعم كثير من الحركة الفنية في مصر، واصبحوا نجوم كبار موجودين خرجوا من عباءة هذا المهرجان. أنا سعيد جدا بالروح اللي حصلة. مهرجان بيثبت كل دورة إن هو بيرتقي وبيرقى، وفي معانا السنة دي وفود عربية، وإن شاء الله يبقى بعد كده وفود عالمية، والمنصورة أهل لكل محفل فني وثقافي. المهرجان المسرحي ده احنا كنا بننتظره من سنين طويلة، لأن المنصورة من المدن الرائدة في مجال الفن عامة والمسرح خاصة، وليها باع طويل في المسرح، وبنتشرف طبعا اللي فيه كوكبة من عظماء الفن في تاريخ مصر طالعين من المنصورة. وصلنا بحضرتكم إلى ختام نشرة الأخبار، وإليكم أهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يؤكد أن سياسة مصر تتسم بالتوازن بالداخل والخارج، وأنها تحرص على علاقات طيبة مع الجميع. الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الثانية من مدينة سايلوفودز الصناعية، ويؤكد توافر السلع الأساسية والاستراتيجية. عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تجاوز 17,000، وفرق الإنقاذ تواصل عملها في ظروف قاسية.
ولمزيد من الأخبار يمكن لحضراتكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، كان معكم في هذه الجولة الإخبارية ياسر عبد الستار وأنا دريم مصطفى، حتى نلتقيكم من جديد نترككم في أمان الله.